تضم المدينة الجامعية بالشارقة العديد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمعاهد العلمية، بجانب الدور الثقافية التي تتميز بها الشارقة بما تقدم من جوانب معرفية لمختلف الشرائح المجتمعية. دارة الدكتور سلطان القاسمي والتي تقع في المدينة الجامعية بالشارقة تضم كنوزاً من المعرفة وتعتبر فريدة من نوعها، حيث تضم المقتنيات الخاصة والعلمية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي جمعها سموه خلال عدة سنوات وأصبحت متاحة للباحثين والدارسين وتشكل إضافة علمية وثقافية لزوار الدارة. تتوزع الدارة العديد من القاعات، وكل منها يحمل عنواناً يشير إلى مضمونها، حيث نجد قاعة القواسم التي تحتوي على مجموعة من الصور النادرة للأسرة الحاكمة في إمارة الشارقة. يستمتع الزائر لدارة الدكتور سلطان القاسمي بالجولة في أروقة الدارة متجولاً في القاعات، فها هي قاعة القواسم والإنجليز، حيث يتجسد التاريخ من خلال الصور والوثائق التي تحكي عن تفاصيل بالغة الأهمية للمهتمين والباحثين والعمليات العسكرية البريطانية ضد القواسم. ولمعرفة التطور الذي حدث في المعرفة البشرية بمنطقة الخليج، نتجه إلى قاعة الجغرافيا لنطالع أولى الخرائط المطبوعة ابتداء من عصر النهضة ومرورا بنمو المعارف حتى بداية مرحلة المسوحات المنتظمة في المناطق الداخلية في بدايات القرن العشرين. يحتوي هذا القسم على 167 مادة علمية تنقسم إلى خرائط، كما يحتوي القسم على كتب مطبوعة ومخطوطات إلى جانب نماذج لكرات أرضية سماوية نادرة، حيث تعد الأقدم من نوعها في العالم. بجانب ذلك تضم القاعة نماذج من السفن الشراعية الأوروبية والتي شكلت دوراً رائداً في تاريخ الإبحار في منطقة الخليج. المكتبة الأرشيفية بالدارة بشقيها العربية والإنجليزية غنية بالكتب النادرة والقيمة، بالإضافة إلى كافة الأعمال الأدبية لصاحب السمو حاكم الشارقة. أما قاعة الوثائق والصور فهي تحتوي على نظام إرشيفي متكامل يضم 1.5 مليون وثيقة تاريخية وجغرافية متخصصة في منطقة الخليج العربي،
وهي وثائق خاصة بصاحب السمو حاكم الشارقة، وتعتبر مصدرا مهما في حفظ تاريخ الخليج الدولي والمحلي. نتجول في قاعات الدارة ونتعرف على قاعة صور من الخليج التي تضم مجموعة من صور دول الخليج التي توضح أنماط الحياة والحياة الاجتماعية والأسواق والأنشطة البحرية والحياة السياسية، فبالإضافة لبعض الرسوم التوضيحية للرحالة والسفراء والأطباء وصورا التقطها الرحالة الأوروبيون. نتجه الآن إلى قاعة الشهادات العلمية والفخرية والتي تضم مجموعة المسيرة العلمية لصاحب السمو حاكم الشارقة العلمية والفخرية، والتي حصل عليها سموه من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية المحلية والدولية. وتستمر الجولة في الدارة لنطالع قاعة الصور والأوسمة والجوائز التي تحوي الصور الشخصية الخاصة بصاحب السمو حاكم الشارقة، وصور المقابلات الرسمية لسموه مع ملوك وحكام ورؤساء دول العالم، متضمنة الهدايا الرمزية الرسمية المقدمة من مختلف الدول والمؤسسات والميداليات والدروع ومفاتيح بعض المدن التي حصل عليها سموه. الجولة في دارة الدكتور سلطان القاسمي هي رحلة عبر التاريخ لاستكشاف حقب زمنية مختلفة في المنطقة، وفرصة مثالية للباحثين والدارسين ولكل من أراد أن يتعرف على تاريخ وحضارة المنطقة. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.